ومعنا عبر الانترنت من اسطنبول سيد عز الدين ابراهيم المحلل السياسي الفلسطيني. مرحبا بك سيد عز الدين. بدايه، هناك موجه من الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال في الضفه، كيف تقرا تصاعد هذه الاعتقالات في هذه المده وكيف ستنعكس على الشارع الفلسطيني في الداخل؟ يعني هذه الاعتقالات هي رد فعل من قوات الاحتلال على الهبه الجماهيريه المستمره في الضفه الغربيه المحتله ضد قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس المحتله عاصمه للكيان الاسرائيلي. نحن نتحدث عن 600 حاله اعتقال تمت في الضفه الغربيه فقط منذ اعلان الرئيس الامريكي هذا القرار. نتكلم عن 200 حاله منهم من بين الاطفال، 40 طفل حتى الآن هم من ضمن الحالات التي ما زالت تحت الاعتقال. فإذا هذا الموضوع يعني هو يأتي في إطار هذا الرد الإسرائيلي على هذه الهبة الجماهيرية. الاحتلال يبذل كل جهد حاليا لمحاولات إجهاض هذه الهبة الجماهيرية. غدا على سبيل المثال هنالك دعوات لتصعيد الحراك الثوري ضد الاحتلال وقرارات الرئيس الأمريكي. نعم. فبالتالي الاحتلال لا يملك إلا أن يواجه هذه الهبة الجماهيرية بمزيد من عمليات القمع والمواجهة. فيعني نضع هذه الخطوات في إطار العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني بغض النظر إن كان في هذه المرحلة أو في المراحل السابقة. في مقابل هذه الاعتقالات، سلطات الاحتلال تخطط لبناء 1 مليون وحدة استيطانية في الضفة. كيف تقرأ هذه التحركات؟ ألا ينسف هذا القرار آمال الواهمين بالسلام مع الاحتلال؟ يعني من اللحظة الأولى التي دخل فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البيت الأبيض لاحظنا أن شهية الاحتلال انفتحت بشكل كبير باتجاه الاستيطان الإسرائيلي. لاحظنا أن الحكومة الإسرائيلية سارعت إلى إقرار وتقديم عشرات المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة مع تولي ترامب زمام الأمور في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه القرارات تأتي في ظل ما يمكن تسميته ضوء أصلاً أمريكي. القرار الأخير لترامب فيما يتعلق بالقدس هو ضوء أخضر جديد أضيف لسلسلة القرارات الأمريكية أو سلسلة التساهل الأمريكي والانحياز الأمريكي لهذا الكيان. فبالتالي كما قلتم هذه القرارات سواء 300,000 وحده او 1 مليون وحده التي تحدث عنها الرئيس الاسرائيلي اليوم هي تاتي لتتوج مرحله من الانسداد في افق عمليه التسويه التي راهن عليها كثير للاسف. من اجل ذلك الخارجيه الفلسطينيه اعلنت ان هذه الخطه الاستيطانيه الجديده تهدف الى فصل القدس عن محيطها. ماذا ينتظر من السلطه الفلسطينيه من خطوات على الارض تجاه هذه الخطط برايك؟ يعني بدلا من ان تتحدث الخارجيه الفلسطينيه بمواقف يعني سياسيه عبر بيانات شجب وادانه مله منها الشارع الفلسطيني، فلتتوجه السلطه الفلسطينيه الى المحاكم الدوليه، بل تتخذ خطوه عمليه على الارض بان تحمل ملف الاستيطان الى المحاكم الدوليه، الى المحافل الدوليه، الى المحاكم، الى الامم المتحده، لتحاكم الاحتلال على هذه الخروقات حتى تصدق ان هنالك سلطه فلسطينيه تريد حقيقه محاسبه الاحتلال ومواجهه قرارات الغرب. مواجهة الاحتلال وقراراته فيما يتعلق بملف الاستيطان وملفات أخرى لا يتم بالبيانات، لا يتم بالمواقف السياسية، وكأنه يعني صادر عن جهة خيرية أو عن جهة ليست لها علاقة أو لا تمثل الفلسطينيين. مواجهة هذه القرارات يتم بقرارات عملية أقلها كما قلت التواجد في هذا الملف حاكم المحافل الدولية وكلها المحاكم الدولية المحتفة على هذه القرارات. شكرا جزيلا لك عبر الانترنت من اسطنبول السيد عز الدين ابراهيم المحلل السياسي الفلسطيني.